ما انا عندي مكرونه بالتونه. بالانشوجه ولا ايه؟ حبه مكرونه يفتحوا النفس. عندي انشوجه ومكرونه وجبنه موتزاريلا. نعم يا فندم. ملح وفلفل وبصل وتوم وفلفل الوان. وممكن المخرج بيقول لي لو اديت لها شويه فلفل حراقين برضو، شويه روزماري، دلعها زي ما انت عايز، دلعها ولعها. حاضر. طيب عندي بقى شويه زيت زيتون. الاول بحط البصل. هنعمل لك يا باشا، ده انت كل حاجه ليك اهو. ادي زيت زيتون وادي توم مفروم. نصلي على الحبيب. حبة مكرونة حلوة، يعني حلوة ازاي مش عارف، بس هتطلع حلوة كده. دي الجبنة الموتزاريلا، وادي مكعب المرق. حبة الاعشاب على عيني. حاضر، على عيني، على عيني يا غالي. وانا عندي اكتر من اعشاب. اشبع اشبع. بتتسحب من فوق لتحت. دي الانشوجة بتاعتي اهي عشان تدوب معاها. عايزة تدوب مع البصلية. الله الله الله. حبة فلفل الوان. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. حبة ملح، حبة فلفل. ادي الطماطم اللي ايه كيوبس دي، في اخر حاجة بتحطها. وعندي الهوت ووتر. ادي يا باشا مكرونتك اهي. يا خبر ابيض. طب انت في جمال احسن من كده يا باشا؟ اهو يا واد يا واد يا واد يا واد يا ولا، من صغر سني وانا بالهوا اهو. دايما اكلك لازم يكون ليه طعم ونفس. حبه المكرونه دول اهو. يا ولا يا ولا.